هذا بالتأكيد فشل هائل وكبير من جانب إدارات مختلفة في الولايات المتحدة، إدارة جورج دبليو بوش وثم إدارة باراك أوباما، كلاهما أساءوا تفسير الوضع وقللوا من قيمة التأثير الذي تحدثه إيران في العراق، وكان هناك يعني ضعف في مخليتهم ليكون صريحين وواضحين، وبأكثر من طريقة كان هناك إخفاق أو فشل في فهم أو تخيل ما ستقوم به إيران بعد غزو الولايات المتحدة للعراق في عام 2003. كان هناك إخفاقات وأخطاء كبيرة جدا في ذلك. بطريقة أو بأخرى كان هناك ارتباك وأفكار بأن بعض الميليشيات المتحالفة مع إيران سوف تعمل مع الولايات المتحدة، وأننا سنكون قادرين أن نتعايش مع بعضنا البعض. ولأكون صريحا صادقا تماما، في عام 2003 و2004 كان هناك معركة الفلوجة وفي ومحافظة الأنبار. الولايات المتحدة فسرت بشكل خاطئ النزاع في العراق على أنه مقاومة سنية تقاتل ضد الولايات المتحدة، وكان هذا سوء تفسير وأدى إلى سوء تفسير الكثير من التعقيدات التي تجري وما كانت تقوم به إيران في العراق. الولايات المتحدة تماما أخفقت ولم تتخيل حتى أن الإيرانيين سوف يتعمقوا ويتغلغلوا في العراق بهذا الشكل. وبالتالي فإن الإخفاق من جانب الولايات المتحدة كان أو لم يكن شيئا مقصودا، نحن بالتأكيد لم نرغب بذلك، ولكننا أخفقنا في تخيل أو فهم ما الذي سيحدث بالفعل.